قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفداح حفظه الله ورعاه بزيارة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس سموه بأبو ظبي بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقد عبر جلالته حفظه الله خلال اللقاء عن اعتزازه وامتنانه العميق للمواقف الأخوية والتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مملكة البحرين، والمعبرة عن متانة العلاقات بين البلدين وعمق الأواصر الأخوية بين شعبيهما الشقيقين والمنطلقة من حرصهما الثابت وإرادتهما المشتركة للمضي بها قدما نحو أفاق أرحب من التعاون المتبادل والمواقف الموحدة، مشيدا جلالته بالدور الاستراتيجي والريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تتحلى به سياستها المتزنة والمدروسة وبمساع حثيثة ودؤوبة في سبيل نشر الأمن والسلام في أنحاء العالم واستدامة جهود التنمية ومد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية، وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الأمين. وأوضح العاهل المفدى أن هذه الروح المبادرة والمعطاءة لقادة الإمارات يعود فضلها من بعد الله لأب الجميع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى. ويأتي استذكار مواقفه الحكيمة وشيمه الأصيلة ومبادراته السباقة من منطلق الواجب والوفاء لقامة تميزت وتألقت بصفاتها حيث كان رحمه الله نعم العون والسند لأمتنا وللعالم في كافة الظروف، وسيظل دوره المؤسس للنهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة مصدر إلهام لكل قائد محب لمحيطه ولخير أمته، فهو من أحبنا وأحببناه بكل جوارحنا وعرفه القاصي والداني بسخاء عطائه الإنساني وبمبادراته الكريمة على كل صعيد، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسير على ذات النهج السديد في تعزيز الاستقرار والرخاء في العالم ونصرة الأشقاء وتلبية واجبهم. وأشار صاحب الجلالة إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ شهدت تقاربا غير مسبوق تمثل في وحدة الهدف والمصير وفي الدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة لنصرة قضايانا، وما دماء شهداء مملكة البحرين المختلطة منذ القدم مع دماء أشقائهم شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أبلغ مثلا على ذلك، وتستمر تلك التضحيات العطرة إلى يومنا هذا بالتزامنا المطلق بالدفاع عن الشعب اليمني الأبي الشقيق وشرعية دولته ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها جلالته بالجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والإنسانية لتساهم تلك الجهود الكبيرة وبشكل بناء ومؤكد في التوصل لاتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات السلام بالسويد وصدور القرارات الدولية اللازمة بهذا الشأن كخطوة مهمة نحو حل نهائي وشامل يستند إلى المرجعيات المتفق عليها يمنيا وخليجيا ودوليا، وبما يعيد لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه. وقد بحث جلالته حفظه الله مع صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي عددا من الموضوعات التي تهم البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والوفد المرافق لجلالته.